السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمامي تقرير مهم لصحيفة الواشنطن بوست كما ترونها على الشاشة. هذا التقرير يقول: واشنطن بوست، ترسانة الحوثيين تتطور بشكل متزايد. وإلى التفاصيل. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه على الرغم من أشهر من الغارات التي تشنها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن، إلا أنهم لا يزالون قادرين على تهديد أحد أهم ممرات الشحن البحري في العالم اعتمادا على ترسانة من الأسلحة التي تتطور بشكل متزايد وتمكنهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر وحوله. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه خلال شهر يونيو الجاري وحده تمكن المقاتلون الحوثيون الذين يعملون برا وبحرا من إغراق سفينة وإشعال النيران الأخرى وإطلاق أسراب من الطائرات المسيرة تجاه السفن الحربية الأمريكية وإرسال قوارب يتم التحكم فيها عن بعد محملة بالمتفجرات. ونقلت الصحيفة عن جيرلاد فيرستاين الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن والسفير الأمريكي السابق في اليمن قوله إن قدرة الحوثيين على تعويض ما دمره غير محدود، بينما قدرتنا على منع وصول المواد لليمن ضئيلة. كما تمكن الحوثيون من تطوير الأسلحة القديمة التي كانت بحوزتهم وتطوير أسلحة جديدة بحيث أصبحت أول مجموعة قادرة على استخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن لضرب أهداف بحرية، حسب ما قال قادة عسكريون أمريكيون للصحيفة. وأكد فيرستاين أن قدرات الحوثيين بلا شك قد ارتفعت منذ أن بدأوا عملياتهم في البحر الأحمر، وأنهم أثبتوا قدرتهم على مواصلة هجماتهم طالما كان لديهم الحافز على ذلك. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.